سيد هو تينغ هونغ فيما يتعلق بالمخاوف التي تروجها الولايات المتحدة بأنها تخشى من أن تقوم الصين بسرقة الابتكارات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى ترصد هذا حقيقيا في إطار هذا الصراع بين الدولتين؟ شكرا جزيلا على استضافتي. لقد كان الذكاء الاصطناعي له أهمية كبيرة خلال الأعوام الماضية القليلة، لأن هناك الكثير من التطورات ولديه تأثير كبير على كافة القطاعات في البلاد. الولايات المتحدة كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، هذا هو أمر يخص كذلك ويهم الصين لأنها تهتم كبيرا بهذا القطاع، وكذلك هناك مخاوف بشأن أن تستولي الصين وتتطور في هذا المجال، فهذا يعد أمرا يخص كذلك وتهتم به الولايات المتحدة. وكذلك الصين هناك مخاوف لدى الولايات المتحدة وتعتقد أن الصين تسرق بعض الابتكارات في هذا القطاع، أو أن الصين تحاول التجسس على الولايات المتحدة أو تسرق قدراتها ومهاراتها، ولكن الصين تحاول اللحاق بهذا السباق في قطاع الذكاء الاصطناعي، والصين تحاول أن تكون منافسا قويا في هذا المجال، فبالتالي ربما يكون هناك هيمنة متبادلة في هذا القطاع في المستقبل القريب. لماذا تشتكي الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة تعد أو تشير إلى ضعف أمني في رصد ومحاولة منع الصين من اختراق الولايات المتحدة الأمريكية؟ أم أنها تسعى إلى تهيئة الداخل الأمريكي إلى تقبل ما قد تقدم عليه مجبرة أو بطواعية إذا هذا الصدام مع الصين وهو الصدام المتوقع؟ في بداية التوترات بشأن الضعف الأمني، أود أن أقول أن الولايات المتحدة لديها بعض المخاوف الأمنية بشأن الذكاء الاصطناعي، فالولايات المتحدة لقد فرضت بعض القيود وأدوات السيطرة على الأصول الصينية في هذا المجال، وكذلك القدرات الصينية في الاستثمار في هذا القطاع والشركات الأمريكية فيما يتعلق بالابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي كذلك، فبالتالي هناك ضعف أمني أو اختراقات أمنية يمكن أن تتسبب فيها هذه القطاعات، وكذلك هناك مساعي للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي ومنتجاته، فالولايات المتحدة ترغب في وضع المزيد من القيود على بعض الصادرات للتكنولوجيا لديها، وتحاول أن تقود من قدرات الصين وأصولها في هذه المجالات الابتكارية، فبالتالي هناك فرص للولايات المتحدة التي ترغب في استغلالها لتحجيم الصين في هذا القطاع وتحجيم الأصول الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك لا زال ضعفا في هذا المجال.